السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هل يمكنني التنويم ضد إرادتي؟ الكثير من الأشخاص يقولون لنا بأن أنت منوم مغناطيسي، فلذلك يمكنك أن تسرق بنكا، ممكن أن تذهب إلى الشارع، أو ممكن تسرق الناس لأنك أنت منوم مغناطيسي. أنت منوم مغناطيسي فأنت خطر على المجتمع لأنك السرقة، لأن يدور في عقلهم فقط السرقة، لأن يظنون أن التنويم المغناطيسي هو أن الشخص تنومه بدون إرادته. ممكن الشخص يذهب في الشارع وأنت تقوم بتنويمه بشكل سريع جدا وتأخذ أمواله إلى آخره. هذا ليس هو التنويم المغناطيسي أبدا، ولا يوجد تنويم مغناطيسي بهذا الشكل. التنويم المغناطيسي هو يكون الشخص بإرادته. إذا لم يكن بإرادته فإنه لن يتم تنويمه بهذا المعنى. فلذلك إخواني الكرام، التنويم المغناطيسي ضروري يحتاج الشخص بعض الشروط، مثلا يركز معك مكان خالي من الإنسان إلى آخره، ولو كان الإنسان يحتاج أن يركز معك كثيرا ويأخذ وقت تقريبا ما بين 3 دقائق إلى 10 دقائق. هذا هو التنويم المغناطيسي، ليس التنويم المغناطيسي كما تشاهدون في الفيديوهات. كما تكلمنا في فيديوهات من قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، تكلمنا عن أن التنويم المغناطيسي الذي موجود في الفيديوهات أو في التلفاز إلى آخره، فذلك نعم تنويم مغناطيسي، ولكن لقد قاموا بعمل مونتاج للفيديو. نحن شخصيا نقوم بعمل مونتاج للفيديو. التجربة في التنويم المغناطيسي تصل تقريبا بعض الأحيان إلى 10 دقائق إلى 15 دقيقة، فيها برمجة، فيها كل شيء، ولكن في الفيديو نأخذ فقط دقيقة أو دقيقتين. فأنت تظن بأن التنويم المغناطيسي يحتاج دقيقة فقط أو 3 ثواني فينام الشخص، وهذا لا يوجد أبدا ولا يوجد في العالم أبدا. وتكلم عنه الكثير من المنومين مثل ميسمر، مثل كذلك منوم مغناطيسي في المغرب اسمه رايز، مثل كثير من الأشخاص تم هذا الأمر، وقالوا بأن التنويم المغناطيسي ليس تذهب في الشارع وتنوم الشخص في نفس اللحظة، وهذا ما نقوله نحن كذلك من قبل من قبل 4 سنوات. لذلك التنويم المغناطيسي يحتاج الشخص أن يكون بإرادته. إذا لم يرد أن تقوم بتنويمه فهذا لن يعمل أي شيء، لأن أهم شرط في التنويم المغناطيسي فيحتاج الشخص أن يسمع لك ويغمض عينيه ويسترخي، لأنه يحتاج شروط. لا يمكن الشخص في الشارع تقول له السلام عليكم اغمض عينك واسترخي ارجوك اريد ان اكمل، لا يمكن. اوكي، فلذلك لا يوجد ابدا التنويم بدون ارادة الشخص، يحتاج الشخص ان تنومه بارادته. في ذلك الوقت يمكن نجاح التنويم المغناطيسي. فشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وضعوا زر اعجاب لو عجبكم الفيديو. هذه معلومه بسيطه وان شاء الله تكون معلومات اخرى. واذا كنتم تريدون اي معلومه حول هذا المجال او حول العلاج بالتنويم المغناطيسي فما عليكم، فقط التواصل معنا. تحياتي والسلام عليكم.